حلقات الدرس هذه هي الوحيدة التي حافظت على استمرار التعليم بالمنطقة الشرقية إلى أن تسلم جلالة السلطان قابوس المعظم مقاليد الحكم في البلاد، حيث كانت مقولة جلالته: إننا نهدف إلى نشر التعليم في جميع أنحاء السلطنة لكي ينال كل نصيبه في التعليم وفق قدراته. وتطبيقا لذلك، فقد شرع وبأسرع وقت في البدء بتعليم النشء وتنويرهم، ثم شيدت بعد ذلك المدارس.